كثير ويمكن أن نقول إلى حدد هذا الصباح عندنا تقريبا 1746 إصابة مؤكدة وعندنا 120 وفاة مع الأسف الشديد ويمكن نقول لكم ونحن نتابع وجميع المواطنين كي تابعوا. نحن إذا سمعنا بشي وفاة رحنا بالنسبة لنا راح يوم يوم جنازة عندنا جنازة عندنا وإذا سمعنا بمواطن تعافى وخرج من المستشفى حنا عندنا يوم عيد بكل صراحه يوم عيد يوميا نحن في كل يوم نشهد لحظات فرح ونشهد لحظات قرح مع الاسف الشديد وحزن لان الشيء بدينا هنا باش يمكن اثروا في المستقبل القريب